اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من زوايا الحدث، سنناقش فيها حسابات الاطراف المشاركه في مشاورات الكويت وفرص نجاح المشاورات هذه المره في وقف القتال وانهاء كافه مظاهر الانقلاب. مسعى جديدا إذن سينطلق في الكويت لإنهاء الأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة. بدأت الوفود من الجانبين في الوصول إلى الكويت منذ الأمس، واستعدادا لانطلاق الجلسة الافتتاحية للمباحثات، وزير الخارجية عبد الملك المخلافي في تصريحات لصحيفة السياسة الكويتية أكد عدم وجود شروط مسبقة باستثناء تطبيق القرار الأممي 2216، وهي ذاتها الأجندة التي أعلنها المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وهي الانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة الثقيلة، غير أن الميليشيا التي وافقت على تلك البنود سابقا عادت مجددا يوم أمس للحديث عن ضرورة أن يكون اتفاق السلم والشراكة هو مرجعية لقاء الكويت. الكثير من اليمنيين يترقبون ما سيسفر عنه لقاء الكويت الذي ستنطلق أعماله يوم غد الاثنين بين ممثلي الحكومة وميليشيا الحوثي وصالح. فمنذ لقاء بيال السويسرية منتصف ديسمبر الماضي لم تحدث الكثير من التحولات على الأرض، فيما شهدت الفترة الأخيرة تقاربا بين المملكة والحوثيين أفضى لتوقيع اتفاق قضى بوقف عمليات ميليشيا الحوثي وصالح على الشريط الحدودي السعودي ونزع الألغام وتبادل الأسرى بين الجانبين. عمليا فقد أنجزت السعودية جزءا مهما من أهداف حربها، وتسعى لإقفال الملف الحدودي للأبد مع بقاء النزاع الداخلي جرحا مفتوحا بانتظار أن تتمكن الأطراف اليمنية من إقفاله في جولة المفاوضات المرتقبة. كمية التوقعات والآمال المعقودة على لقاء الكويت تفوق المؤشرات على الأرض، وما زال الضغط الدولي والإقليمي على الميليشيا دون الحد الأدنى، بل على العكس ظهر وكأن هنالك رؤية على بقاء الميليشيا في المشهد القادم. لقاء الكويت هل سيكون بداية لخارطة طريق لحل الأزمة اليمنية أم فصلا جديدا في مسرحية الصراع المحلية والإقليمية؟ وهل بإمكان اليمنيين والمجتمع الدولي تحقيق سلام عادل ودائم في اليمن بأقدام عرجاء؟ هذا ما سنناقشه في حلقة اليوم من برنامج زوايا الحدث، ولكن قبل أن نبدأ النقاش نذهب لمتابعة هذا التقرير. جميع الأطراف الإقليمية والدولية تبدو متفائلة بلقاء الكويت الذي سيجمع ممثلي الحكومة وميليشيا الحوثي والمخلوع صالح في ثالث جولة ترعاها الأمم المتحدة. لا أحد يعرف بالضبط دوافع التفاؤل والاحتفاء بالذهاب إلى المفاوضات بالرغم من فشل الهدنة الهشة وعدم توقف المواجهات خلال أسبوع الهدنة المفترضة. فعلى الأرض ما زال دم المواطن بشير شحرة الذي اغتالته الميليشيا أمام أسرته في مدينة إبي القديمة ساخنا، وما زالت المدن والقرى أسيرة قبضة الميليشيا وتحت رحمة نيرانها. وبالرغم من وصول عدد من ممثلي الطرفين في المفاوضات إلا أن اللجان التي شكلت لتطبيق الهدنة لم تبدأ عملها بالرغم من اتفاقيات وقعت في عدة جبهات، آخرها الاتفاق الموقع في تعز والذي لم يرى على الأرض النور. الأرضية الأساسية للقاء الكويت يبدو أنها جاءت هذه المرة عبر اتفاق ظهران السعودية الذي تم توقيعه بين الحوثيين والحكومة اليمنية برعاية سعودية، والذي يرى فيه المراقبون دليلاً على أن السعودية حققت أحد أهدافها في الحرب وأن الحوثيين لم يعودوا يمثلون خطراً على الخارج فيما يستمر خطرهم على الداخل اليمني. الحكومة وعلى لسان جميع ممثليها في رأس الهرم مصرون على الذهاب إلى الكويت لمناقشة طريقة تطبيق القرار الأممي 2216، فيما بدأت الميليشيا في الحديث عن ضرورة أن تكون هناك خارطة طريق واضحة للقاء الكويت، وهو ما يعني أن جولة جديدة من الفشل والتباين بدأت قبيل انعقاد اللقاء المزمع. المواقف الدولية المتناقضة والمتباينة هي من توفر للميليشيا وحلفائها غطاء لاستمرار حربها، خصوصا وأن هناك اشتراطات أمريكية وغربية على ضرورة بقاء الميليشيا كطرف أساسي مسيطر على الأجهزة الأمنية والعسكرية ومشاركتها في حكومة تضم جميع الأطراف.
التقديرات المتفاوتة تكشف عن الانقسام الدولي تجاه اليمن واستمرار استخدامه كأداة للصراع وتصفية الحسابات الدولية. السلام يحتاج لقدمين متساويتين، فلا يمكن بناء السلام في ظل استمرار الحرب واستخدام دماء الأبرياء والمدنيين كسلم يفضي إلى سقف التسويات المتدني. يبقى الدور غير الواضح للوسيط الأممي من كل ما يحدث في الميدان، وعدم وجود موقف دولي يهدف لإنهاء النزاع بشكل كلي وليس ترحيله لفترة قادمة بعد السماح للقتلة بالإفلات من العقاب. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وسيكون معنا في هذه الحلقة من الرياض الكاتب والسياسي السعودي جمال خاشقجي، ومن مقر المحادثات في الكويت الناشط السياسي باسم الحكيمي، على أن ينضم إلينا لاحقا من نيويورك المحلل السياسي إبراهيم القعطبي. ونبدأ الآن معك سيد باسم الحكيمي، مرحبا بك. وبداية سيد باسم، هل لك أن تضعنا بما أنك في مقر المحادثات حاليا في الأجواء الحالية والتحضيرات الخاصة ببدء انطلاق المحادثات يوم غدا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أود أن أوضح، أنا في الرياض ولست في الكويت. نعم، أنا في الرياض ولست في الكويت. أها، إذا هل بالنسبة للمحادثات وفقا للترتيبات التي تجري، نحن نلاحظ كمتابعين للشأن اليمني، و لا تزال القوة كبيرة جدا في هذه اللحظة التي أتكلم أنا إليك، تسقط صواريخ الكاتيوشا على الأحياء السكنية في تعز، ميليشيات الحوثي لم تلتزم بالهدنة التي وقعت عليها. أنا في اعتقادي أن مفاوضات الكويت لم تتوفر لها الأرضية السياسية الصلبة التي ممكن من خلالها أن نبني حلول سياسية حقيقية تفضي إلى حل الأزمة اليمنية. ميليشيات الحوثي لها سجل طويل في نقض اتفاقيات العهود السياسية، كما أنهم بالأمس أعلنوا أنهم ملتزمون باتفاق السلم والشراكة، وكما أنهم لم يعلنوا التزامهم بالمرجعية المتفق عليها للتفاوض، وهو قرار مجلس الأمن 2216. إذن أنا في اعتقاد هذا التفاوض هو لا تزال كبيرة جدا بين الطرفين، بين الانقلابية والشرعية، وأنا في اعتقادي أن حوار الكويت سيكون فقط لالتقاط الصور التذكارية فقط لا غير. نعم سيد باسم، هل لديك معلومات عن الأطراف المشاركة في المفاوضات؟ هل وصلت جميعها؟ هل هنالك من منها عقد مؤتمر صحفي؟ أنا المعلومات المتوفرة هي فيما يخص الوفد الحوثي، إلى هذه اللحظات لم يغادر مطار صنعاء باتجاه الكويت. نعم. والسبب في ذلك انهم حسب المعلومات المتوفره انهم ابلغوا المبعوث الاممي ان اتفاق السلم والشراكه لابد ان يكون موجود على طاوله الحوار، وطلبوا ان مساله التفاوض لابد ان يكون سلطات انتقاليه وليس حل سياسي، بمعنى انهم يرون ان يتم الاتفاق على سلطات انتقاليه للمرحله، حتى عندما صرحوا انهم سيسلموا السلاح الثقيل للدوله. من وجهه نظرهم ان الدوله هي الدولة الذي يكونهم طرفا فيها وليست الشرعية الرئيس عبد ربه، هذه موضوع. نعم. بمعنى أنهم وصلت الفكرة سيد باسم، وابقى معي سنعود إليك، ولكن اسمح لي أن أشرك معنا الآن في الحديث الكاتب والمحلل السعودي جمال خاشقجي. أهلا ومرحبا بك سيد جمال، ونحن في عشية انطلاق جولة محادثات الكويت. هل برأيك تعتقد أن الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد ملائمة للخروج بتسوية سياسية عادلة لكافة الأطراف اليمنية؟ يعني هذا الذي نتمناه جميعا، ما يحصل على الأرض لا يبشر بخير. الحوثي يتصرف كما لو أنه يريد أن يحارب 10 سنوات أخرى. نعم. لكن هذه المفاوضات أو هذه الجولة مهمة لتحليل قادم الأيام، لأنه حصلت قبلها أحداث مهمة. نعم. التغيير الحكومي الذي حصل، استبدال رئيس الوزراء بحاح بآخر ببن دغر، هل سيقرأ الحوثيين هذا كانفراجة لهم أو أنه سيؤدي إلى تشدد؟ لا أحد يملك إجابة إلا أن نراقب تفسيرهم. التقدم الحاصل في جبهات صنعاء كيف سيقرؤونه؟ فهذه الجولة مهمة لقراءة نوايا الحوثيين. نعم.
بعد هذه الجولة أنا أتوقع إنه المخططين السياسيين والعسكريين سيعودون إلى غرفة العمليات في الرياض ويضعوا خططهم للأيام القادمة. نعم سيد جمال، أنت تتحدث عن قراءة نوايا، ولكن ربما كنا نستطيع قول هذا في الجولتين السابقتين، ولكن في هذه الجولة ما زلنا في مستوى قراءة النوايا، هذا لا يبشر ولا يطمئن. بالتأكيد، لأن كما ذكرت لك في البداية أن الحوثي يرسل رسائل إيجابية ورسائل سلبية في نفس الوقت. يعني هو مثلا كان في الرياض يتفاوض، ولكن في الوقت نفسه كان يقصف في تعز. فلذلك هذه الجولة الثالثة أهم من غيرها، لأنها تأتي في لحظات مفرقية، فلنراقب ونرى. وحينها حتى غرفة العمليات نفسها سوف تقرر خطتها حسب قراءتي طبعا لنتائج هذه الجولة. نعم سيد جمال، هنالك من يرى أن السعودية ستكتفي بتحقيق أهم أهداف تدخلها العسكري في اليمن، ألا وهو تأمين حدودها مع اليمن، ولكن كان ذلك على حساب، ولو حتى كان ذلك على حساب بقاء النزاع الداخلي، ما هو تعليقك حول هذا الرأي؟ لا، لم يقل بذلك أي مسؤول سعودي. السعودية ما زال موقفها صارم بتطبيق قرار مجلس الأمن الذي يقوم على تفكيك قوة الحوثي وعلى استبدالها بدولة يمنية تشاركية. السعودية لن تشعر بأي ثقة وإطمئنان لدولة للحوثي فيها الكلمة الفصل أو الكلمة العليا، لأنها لن تطمئن للحوثيين. نعم، ولكن سيد جمال، هي الآن الأطراف السياسية السعودية تتعامل مع ميليشيا الحوثي كطرف سياسي، وهذا يختلف مع موقفها في بداية تدخلها. لا، السعودية لم ترفض ميليشيا الحوثي كطرف سياسي، وإنما رفضت موقفه الانقلابي. ولكن إذا عاد الحوثيين إلى قاعة المفاوضات وتفاوضوا كطرف يمني بين أطراف أخرى، فالسعودية لم تقل يوما أنها ترفض الحوثيين، ويمكن العودة إلى تصريحات الوزير عادل الجبير في ذلك. إذن يقودنا الحديث عن آراء البعض أن تحالف المملكة خصوصا تتعرض للكثير من الضغوطات فيما يتعلق ببقاء الحوثيين في صدارة المشهد المقبل. ليس في صدارة المشهد، لا. السعودية لن تقبل للحوثي، ويجب على اليمنيين أن يطمئنوا، لأن بقائهم في الصدارة مضر في الاتجاهين. نعم. الاتجاه الوطني السعودي اتجاهنا نحو، يعني نحن كسعوديين، ان هذه وصفه وتحديد في قادم الايام ضد السعوديه، وايضا لن تؤدي الى احلال السلم في اليمن. والسعوديه تريد الامرين معا. نعم. الامن، امنها وامن اليمن، وهذا لا يتحقق ببقاء الحوثيين في صداره المشهد. أفهم من الأمر أنه عبارة عن إشراك للحوثيين في المشهد، وإن كان فعلا كذلك، ما هي محددات هذه الشراكة وأيضا ضمانات التزامهم بها؟ أعتقد هذا يقرره اليمنيين أنفسهم، ما هو حجم شراكة الحوثيين، وهذا أيضا يقرره حجم الانتصار وحجم الهزيمة والاتفاق. فإذا ذحر الحوثيين من صنعاء مثلا، سوف تكون فرصهم في المشاركة أضعف بكثير فيما لو عقدوا اتفاق غدا في الكويت. ولكن إذا أخرجوا قهرا من صنعاء، حينها سوف تكون مشاركتهم أقل من القليل. لن يكون وجودهم يشبه إلى حد ما وجود حزب الله في لبنان، أستسمح السعودية بتكرار السيناريو؟ ابدا، لانهم على تماس مع الحدود السعوديه، ولن تقبل السعوديه للحوثيين ان تكون لديهم ميليشياتهم واسلحتهم ودباباتهم وراجمات صواريخهم. ابدا، هذا لن يحصل، لانه هذه مساله امنيه سعوديه وليست يعني يمنيه داخليه صرفا.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، ونكمل حلقة اليوم من زوايا الحدث، ونستضيف الآن المحلل السياسي إبراهيم القعطبي من نيويورك. أهلا ومرحبا بك سيد إبراهيم. أهلا وسهلا. أهلا بك سيد إبراهيم. إذا تحدثنا بداية عن الأفق التي تفتحها هذه المفاوضات، إلى أي مدى نستطيع القول أنها ستصنع فارقا في الصراع؟ ولعلي أفضل أكثر سؤالي انطلاقا من المسلمة القائلة بأن المكاسب العسكرية تحسن كثيرا شروط التفاوض، بأي رصيد عسكري ستذهب الشرعية هذه المرة إلى هذه المفاوضات؟ أنا في اعتقادي أن هناك ضغطا دوليا نحو يعني الضغط الدولي نحو أي صفقة سياسية، بحيث يعني تضمن للقوى الدولية مكانتها وتحالفاتها بين من يحاول دعم المخلوع علي عبد الله صالح وميليشيا الحوثي، وبين من يحاول دعم الحكومة الشرعية في اليمن. في وجهة نظري لا أعتقد أن المفاوضات ستفضي إلى أي شيء، وإذا فضت إلى أي شيء ستعيدنا إلى المربع الأول، وهو المربع الذي يبحث عنه الحوثيون من أجل شرعنة انقلابهم. يريدون العودة إلى اتفاق السلم والشراكة الذي يعني وقعوه تحت فوهات البنادق. ففي اعتقادي انه الحل هو الحسم، الحل هو ان كل ابناء اليمن يجب ان ينتفضوا وان يحرروا مناطقهم من الميليشيات. نعم سيد ابراهيم، ولكن هذا الخيار فشل منذ سنه او اكثر من سنه، والخيار العسكري كان متاحا ولكنه فشل على ما يبدو الوضع من خلال المعطيات على الميدان. لا اعتقد ان الحل الحسم العسكري فشل الى حد الان، لكن هناك قوى دولية تحاول الضغط على قوى التحالف العربي من أجل عدم التقدم وعدم حسم المسألة اليمنية عسكريا. هناك أيضا بدأ شرخ داخل التحالف العربي بحد ذاته. دورة الإمارات العربية من كل المؤشرات تبدو أنها تنطلق من منطلق آخر، ما زالت تدعم المخلوع علي عبد الله صالح، بداية من ابتداء من حفظ أمواله والحفاظ على ابنه، ومن ثم دعم أي توجه انفصالي في الجنوب. أرينا كيف طلبت الإمارات العربية المتحدة في الأيام القليلة الماضية من الولايات المتحدة إرسال قوات. سيد إبراهيم، إذن أنت تتحدث عن انقسام داخل التحالف وانقسام داخل الأطراف اليمنية على الأرض، إذن لماذا سيذهب الجميع للمفاوضات؟ على ماذا يراهنون؟ أو ما هو الغرض الفعلي من هذه المفاوضات؟ الغرض الفعلي من هذه المفاوضات هو من أجل تقاسم السلطة بين الانقلاب وبين الشرعية. أنا في اعتقادي لن يذهب الحوثيون إلى الكويت من أجل تسليم رقبتهم. هذه أمور يجب أن نؤمن بها، أنه عندما تتكلم الشرعية أنهم ذاهبون من أجل تطبيق قرارات مجلس الأمن، في اعتقادي هذه مغالطة كبيرة من قبل حتى الشرعية نفسها. القوى الدولية تتكلم بمعنى الكلمة، بالذات الولايات المتحدة الأمريكية، بأنه لا بد من حل سياسي. الحل السياسي هنا لا يعني يعني إقامة انتخابات وتطبيق مخرجات الحوار الوطني. يتحدثون على تقاسم السلطة، وهو ما أوصل البلاد إلى هذه الحرب، هو تقاسم السلطة بالطريقة التي نحن بها اليوم. الدمار الذي يمر به اليمنيين هو يعني تشجيع بعد مثل ما شجعوا ميليشيا الحوثي بالدخول إلى الحوار الوطني قبل إلقاء السلاح، ومن ثم الانقلاب على الشرعية. ها هم يشجعونها اليوم مرة أخرى بدخولها المؤسسات من الداخل، ومن ثم الانقلاب من جديد. إذا لم يكن هناك يعني إذا لم يكن النقاش في وجهة نظري، إذا لم يكن النقاش في الكويت على أسس بناء الدولة المدنية التي يطلبها اليمنيون شرقا وقربا، إذا لم يكن الحوار مبنيا على أقاليم. سيد إبراهيم، هنالك من يرى أن هذه الأسس التي تتحدث عنها ستكون ما إذا التزم الحوثيون بقرار مجلس الأمن الذي ينص على تسليمهم للسلاح، ما هو رأيك؟ أنا في اعتقادي مسألة السلاح كنت أفكر به اليوم، مسألة السلاح لم تعد مسألة أساسية في وجهة نظري، لأن السلاح الآن سيخبونه في الجبال، سيخبونه في الكهوف، سيخبونه في أي مكان. من الذي لديه القائمة السلاح اليمني؟ لا أحد يوجد
لديه قائمة بالسلاح اليمني الذي نهبه الحوثيون، قد نهبوه من قبل يعني القائمة هذه توجد مع المخلوع صالح ومع الحوثيون، لا يوجد طرف آخر لديه معرفة أين السلاح. وفي اليمن تستطيع أن تخبي الدبابة والطائرة وغيرها، من أين الحكومة القوية التي باستطاعتها نزع السلاح من الميليشيات؟ ومن ثم سندخل في هذه المعضلة، معضلة سلب السلاح. أنا في اعتقادي الحوثيين وصالح قد خططوا لهذه المسألة وذهبوا إلى الكويت واثقين من أنه ليست هناك آلية ولا طريقة ولا أرقام لتسليم السلاح، فلذلك هم يحاولون فقط شرعنة انقلابهم والانقلاب على المؤسسات بطريقة بدعم دولي وإقليمي. لا أعتقد أن من يدمر ويقتل المشائخ في المساجد ويدمر المساجد ويضرب المدن والأحياء المدنية في تعز وعدن والبيضاء وكل المناطق، نعم، أنه سيسلم. إذن سيد إبراهيم، هل نستطيع القول أن السعودية تراجعت عن أهدافها واكتفت بصفقتها مع الحوثيين وتأمين حدودها، وكما يقول البعض بأنه سيكون تأمين الحدود على حساب بقاء الصراع الداخلي اليمني؟ لا أعتقد. السعودية تمارس عليها الآن ضغوط دولية، هناك ضغوط دولية حتى في الكونغرس الأمريكي بتمرير قرار يفتح ملف أحداث سبتمبر في الولايات المتحدة، هناك ضغوط من أجل وقف بيع الأسلحة للسعوديين من قبل حركات داخل المملكة المتحدة البريطانية وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي دول أخرى، ضغط على السعودية بشكل كبير. لا أعتقد أن السعودية غيرت استراتيجيتها في اليمن، أنا في اعتقادي هي فقط تتماشى مع الوضع، لكنها لن توقع ولن تدعم أي صفقة سياسية لا تبعد خطر الحوثيين وصالح عليها وعلى أمنها القومي. بالنسبة للسعودية، لن نكون صريحين، بالنسبة للخليجيين الملف ملف أمني بامتياز. إذا تم إنهاء هذا الخطر الأمني الذي شكله الحوثيون بدعم من إيران على المملكة العربية والسعودية، المملكة العربية السعودية والخليج، ربما يتحاورون ويدخلون في صفقة يعني صفقة سلطة كما حصل في الستينات بعد الثورة وفي السبعينات من القرن الماضي. نعم، إذن سيد إبراهيم، اعتقادي الأمور تختلف، لكن أنا لا أعتقد أن السعودية تؤمن بالحوثيين وصالح، وهي أعلنت الحرب ضدهم وستواصل ذلك، ربما الآن فقط تحاول أن تمتص الغضب. سيد إبراهيم، أنت تتحدث عن موقف دولي وأممي مغاير ولموقف السعودية وضاغط عليها لتراجع سقف الخطاب الدولي والإقليمي الموجه ضد ميليشيا الحوثي وصالح، رغم أن هنالك المواقف الدولية والقرارات مجلس الأمن بصالح أهداف التدخل العسكري في اليمن. كيف لنا أن نفهم هذا التناقض بين القرارات الدولية وبين الآن تراجع سقف الخطاب ضد الميليشيا؟ في اعتقادي بالنسبة للأمم المتحدة ضروري أن نعرف الأمم المتحدة ليست سلطة لا مشرعنة ولا سلطة تنفيذ، الأمم المتحدة هي مجرد وسيط تحاول أن تصلح بين أطراف متنازعة بغض النظر إذا كانت ميليشيا أو سلطة شرعية أو غيرها، هذا هو موقف الأمم المتحدة، فلذلك لا يجب أن نعتمد عليه. أما بالنسبة للدول الأخرى هي تتعامل بالأمر الواقع، لو مثلا قام الحوثيين حاولوا مغادرة الولايات المتحدة من خلال يعني دعواهم أنهم سيحاربون الإرهاب والقاعدة وما إلى ذلك وحاولوا التقرب منها، ولكن أنا في اعتقادي أن الحوثيون يحاولون فتح خط مع الغرب، ربما استطاعوا بعض الحلحلة من هذه الناحية، لكن القوى الغربية هي تتعامل مع سلطة الأمر الواقع أحيانا، لكن هنا اختلف الوضع في الملف اليمني لأن المملكة العربية السعودية بقوتها الإقليمية وأوراقها الدولية استطاعت أن تغير هذه اللعبة يعني إلى حد ما. في اعتقادي أنه لولا السعودية لا اعترف العالم كله بسلطة الانقلاب في اليمن كأي سلطة في 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 مصر وفي كثير من الدول. وهذا ما يحدث الآن، وهذا انقلابات. نعم، وهذا ما يحدث الآن، ما يتم له في المفاوضات، وكما حللت أنت، هل يمكن القول الآن أن إيران نجحت في إقناع العالم بضرورة بقاء الحوثيين كطرف قوي ومؤثر، خصوصا وأن هناك تصريحات لقادة إيرانيين عن أنهم سيقومون بإعادة تسليح ميليشيا الحوثي لتصبح قوة أكبر؟
أنا في اعتقادي بالنسبة كما قلت بالنسبة للحوثيين في اليمن السعودية هذا يشكل عليها خطر أمن قومي، ربما الورقة الأخطر في المنطقة هو وجود النسخة لحزب الله في اليمن، فلذلك أنا لا أعتقد أن أي دولة خليجية وعربية أو إقليمية ستقبل بذلك الوضع. الإيرانيين يحاولون بلعب ورقة الحوثيين في اليمن على أنها نسخة كحزب الله من أجل الضغط على المجتمع الدولي وعلى الغربيين. أما بالنسبة للسياسة الغربية والولايات المتحدة، أوباما ذكر في مقابلة مع جريدة الأطلنطيك مؤخرا إنه يجب على المملكة العربية السعودية تقاسم الثروة والسلطة في الشرق الأوسط كامل، ولذلك تجد الآن الملف بين أو العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة متوترة إلى حد ما. هناك تحالفات جديدة الآن، السعودية الآن تقود أكبر تحالف إسلامي ولديها تقارب شديد الآن مع تركيا ومع مصر ومع كثير من الدول المهمة في المنطقة لصد التوسع الإيراني. أنا أعتقد هناك صحوة عربية من هذا الاتجاه، لن يقبل أحدا بتهديدا للأمن القومي اليمني والأمن القومي العربي والعالمي عالمي يعني يبدأ من اليمن. فاعتقادي الحوثيون الآن يدركون ذلك تماما، يحاولون الانخراط في اللعبة السياسية الآن من أجل كسب الوقت، من أجل كسب الغضب الخليجي، من أجل كسب تقاسم السلطة، لأنهم في وجهة نظر المناطق كثيرة سقطت في اليمن، مناطق الثروة والموانئ والحركة التجارية قد سقطت من أيدي الحوثيين. الآن هم يحاولون كما حصل في اتفاق السلم والشراكة عندما كانت هناك يعني مخرجات حوار وطني، عندما كان هناك توجه نحو تقسيم اليمن إلى أقاليم، إلى حكم فدرالي لا مركزي، عندما كان هناك اليمن كان مقدم على يعني نسخة الدستور والتصويت على الدستور ومن ثم إلى الذهاب إلى الانتخابات. طرحت الفكرة سيد إبراهيم هذا الشكل من خلال الدخول من واسطة الدولة. أنا اعتقادي الآن الحوثيين ليس لديهم ما يقدمونه الآن، حتى وإن سحبوا في المدن إذا لم تنكسر شوكة الحوثيين وصالح في اليمن سنستمر وصلت في الحرب. الفكرة. المسألة في وجهة نظري مسألة فقط تمرير الحرب والأزمة إلى الأمام وليس غير ذلك. من يظن وصلت إن الفكرة إن سيد إبراهيم، شكرا جزيلا لك. نعم سيد إبراهيم، للأسف ذهبنا الوقت. مشاهدينا الكرام بهذا نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة من زوايا الحدث. لا يسعني بالأخير إلا أن أشكر ضيوفي، كان معي من الرياض جمال خاشقجي كاتب ومحلل سياسي سعودي، وكان معي من الرياض أيضا باسم الحكيمي ناشط سياسي يمني، وإبراهيم القعطبي من نيويورك محلل سياسي. وبالأخير أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وهي لكم من الإعداد الزميل محمد القاسم. نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. إلى اللقاء.